اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا حول خطبة امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل يقال له ذعلب اليماني عن رؤية الله سبحانه وتعالى. فأجابه الإمام عليه الصلاة والسلام إجابة بليغة بخطبة توحيدية تتضمن جوامع مسائل التوحيد. في هذه الحلقة نتعرض لشرح مقطع من مقاطع هذه الخطبة الشريفة، يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له، وبمضادته بين الأشياء عرف ان لا ضد له وبمقارنته بين الاشياء عرف ان لا قرين له الى اخر الخطبه المباركه. في هذا المقطع يبين الامام عليه الصلاه والسلام معنى الايه الشريفه ليس كمثله شيء. هذه الايه في سوره الشورى وهي من الآيات المحكمة في القرآن الكريم التي تبين جانبًا من معارف التوحيد. إذا رأينا الممكنات المخلوقات، فكل صفة تتصف بها الممكنات، يستحيل أن يتصف بتلك الصفة خالق الممكنات. لان هذه الصفات التي تتصف بها الممكنات هذه نتيجه كونها جسما نتيجه كونها محدوده نتيجه كونها مفتقره ومحتاجه والله سبحانه وتعالى ليس بجسم فليس له صفات الاجسام ولا محدود فليس له صفات المحدودات ولا هو مفتقر ومحتاج فليس له صفات المحتاجين ولاجل بيان هذه الحقيقه يذكر الامام عليه الصلاه والسلام بعض المفردات بتشعيره المشاعر عرف ان لا مشعر له الشعور الاحساس بالشيء عبر الحواس الخمس أو عبر قوى الإدراك الباطنية يعني الإنسان حينما بصره يقع على شيء يعلم بذلك الشيء فنقول شعر به أو إذا لمس شيئا نقول شعر به أو إذا أدرك أمرا عقليا نقول شعر به فالانسان له ادوات الشعور ادوات الاحساس معلوم العين الاذن اللسان البشره الانف هذه ادوات الشعور الحسي وكذلك للانسان وهم وعقل وخيال هذه ادوات الشعور العقلي الأشياء التي لا يمكن أن يشعر بها بالحواس الخمس. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى حاسة، وليس هو جسم كي يمكن أن يكون أن تكون له حاسة، ولا هو محدود بحيث أنه تكون هذه وسيلة لعلمه. الله سبحانه وتعالى علمه عين ذاته وعلمه أسمى وأعلى من الشعور الذي نحن نشعر بالأشياء المادية أو المعنوية فلذلك الله سبحانه وتعالى عالم بلا أن يحتاج إلى وسائل الشعور ولا يصح أن نصفه أن نصفه بأنه يشعر لأن الشعور هو الإدراك عبر هذه الأدوات والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فهو عالم وكما ذكرنا في الحلقة الماضية علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علمنا بالسنخ وبالحقيقة وبالكنح فلذا واحد لا يجي يستشكر يقول نحن نعلم والله يعلم نقول لأن نحن نعلم هذا علمنا علمنا بصور الأشياء يعني صورة الشيء تحضر لدى النفس فالنفس تدرك الشيء أو العلم الحضوري حضور الشيء لدى النفس لا بصورته هذا علمنا أنت صورة شيء تحضر عند نفسك فتدرك ذلك الشيء أو نفس الشيء يحضر عند نفسك كعلم النفس بنفسها فتدرك ذلك الشيء، علم الله سبحانه وتعالى ليس من هذا القبيل لأن الله لا يحتاج إلى صورة ولا يحتاج إلى حضور الشيء عنده حتى يعلم بذلك الشيء، وإنما علم الله سبحانه وتعالى بمعنى آخر نحن لا يمكن لنا أن ندرك حقيقة ذلك العلم وانما المقدار الذي نتعقله هو انه ليس بجاهل. فاذا اذا وجدنا صفه في الممكنات فتلك الصفه بمعناها الحقيقي تستحيل على الله سبحانه وتعالى لانه ليس كمثله شيء، وكما ذكرنا هذه الصفات للناس او للاشياء لانها جسم، لانها محتاجه، لانها محدوده، وكل ذلك منتف عن الله سبحانه وتعالى لأنه ليس يحتاج إلى شيء ولا هو محدود ولا هو جسم. فلذا الإمام يقول بتشعيره المشاعر. التشعير يعني خلقه للمشاعر، إيجاده لتلك المشاعر. عرف أن لا مشعر له لأنه ليس كمثله شيء. هذا مثال. المثال الآخر وبتجهيره الجواهر عرف ان لا جوهر له. التجهير بمعنى الاظهار من الجهر. الجواهر جمع جوهر والجوهر بمعنى الماده الجسم. الله سبحانه وتعالى اوجد الاجسام اظهرها يعني كانت معدومه لم يكن شيء فالله سبحانه وتعالى اوجد الاجسام من العدم لانه اول ما خلق من الماديات الماء وخلق من الماء كل شيء السماوات والارض وكان عرشه على الماء وفي الخطبه الاولى في نهج البلاغه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يصف كيفيه الخلق بوصف دقيق وبليغ جدا ان الله سبحانه وتعالى خلق الماء ثم خلق فوق هذا الماء هواء وتحت هذا الماء هواء ثم أجرى هذا الهواء كالعاصفة على هذا الماء إلى أن الماء كالشنين والكالمخيض بسبب هذا الهواء تحرك حركة عنيفة فصار فوقه زبدا ومن ذلك الزبد الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بتفصيل تراجعون فيه الخطبة الأولى من خطب نهج البلاغة. الله سبحانه وتعالى أظهر الأجسام من العدم لم تكن فأوجدها، فالأجسام مخلوقة، ولأنها مخلوقة فالجسمية تساوق الوجود المخلوق، فالله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق فهو ليس بجسم، يعني حينما ننظر إلى المخلوقات فنراها أجساما نعلم بأن الله سبحانه وتعالى ليس ماديا وإنما هو مجرد عن المادة. وأما ما يزعمه بعض الفلاسفة بأن هناك مخلوقات هي مجردات، يعني ليست مادية. مثلا يذكرون أن الملائكة مثلا أو العاقل أو بعض الأمور الأخرى هذه مخلوقات لكنها ليست أجساما مجردة عن الأجسام فهذا ادعاء ينقصه الدليل ذكروا أدلة هي أدلة خطابية ليست براهين ومضافا إلى أنه بعض الأدلة الشرعية تدل على أن المخلوقات جميعها أجسام غاية الأمر هناك جسم كثيف وهناك جسم لطيف، يعني مثلا أنت تقارن بين الحجر وبين الهواء، الهواء جسم والحجر أيضا جسم، لكن كثافة الحجر أكثر وكثافة الهواء أقل، ننتقل إلى مرحلة أخرى هناك كثافة أقل مثلا الجن الشياطين، هذه موجودات أجسام لطيفة يعني كثافتها جدا قليلة وننتقل إلى مرحلة أخرى هم الملائكة العاقل الروح هذه أجسام لكن أجسام لطيفة على كل حال الله سبحانه وتعالى حينما خلق الأجسام صار الجسمية صفة للمخلوق فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فهو ليس بجسم لذا الامام يقول وبتجهيره يعني باظهاره الجواهر الجواهر يعني الماديات بتعبير اخر الاجسام عرف ان لا جوهر له نعرف بان الله سبحانه وتعالى ليس جسما ولا ماديا هو مجرد عن الماده هذا مثال ثاني واما المثال الثالث يقول عليه الصلاه والسلام وبمضادته بين الاشياء عرف ان لا ضد له، يعني نحن حينما نرى الاشياء المختلفه نرى هناك مضاده بين الاشياء، الامام في هذه الخطبه بعد قليل يذكر نماذج من الاشياء المضاده المتضاده. مثل النور والظلمة، البلل واليوبس، اللين والخشن، الحر والبرد، عندما نرى الأشياء نرى هذه الأشياء متضادة، الشيء مخلوق وضده أيضا مخلوق، يمكن أن يتصف الشيء بهذه الصفة أو يتصف بضد هذه الصفة، الإنسان. يمكن ان يكون مثلا ابيض ويمكن ان يكون مثلا اسود. الهواء يمكن ان يكون باردا ويمكن ان يكون حارا. وهكذا وهلم جرا من الامثله المختلفه. فنحن نرى المضاد بين الاشياء. زين المضاد بين الاشياء تقتضي ان تكون هذه الاشياء بدرجه متقاربه. بحيث انه يمكن ان يكون الشيء من هذا القبيل او من ذلك القبيل. يعني يكون هناك محل قابل لكلا الضدين. هذا الجسم قابل للبياض او قابل للسواد، فالبياض والسواد في رتبة واحدة. او الانسان يمكن ان يكون عالما ويمكن ان يكون جاهلا، فالعلم والجهل في الانسان في رتبة واحدة، بمعنى ان الانسان قابل للعلم وقابل للجهل. فإذا الأشياء المتضادة هي في رتبة واحدة. أو بتعبير آخر كما يذكره العلماء يقولون الضدان في رتبة واحدة، النقيضان في رتبة واحدة. فإذا الشيء وضده، الشيء ونقيضه في رتبة واحدة. المحل القابل هذا المحل القابل اذا النقيضان الماهيه الماهيه موجوده او الماهيه معدومه، واذا مو وجود وعدم امران وجوديان يكونان من الضدين او من العدم والملكه وما الى ذلك من التقسيمات الذي يذكرها علماء المنطق. لا علينا بهذه التقسيمات وانما نريد ان نوصل الفكره التي يريد ان الامام عليه الصلاه والسلام بيانها فالمتضادات المتناقضات في رتبه واحده اذا علمنا هذا نعلم بان الله سبحانه وتعالى لا ضد له لماذا لانه اذا كان له ضد معناه ان ذلك الضد يكون في مرتبته اذا كان في مرتبته معنى ذلك انه يكون يتصف باوصاف الله سبحانه وتعالى او بعض اوصاف الله حتى يكون في مرتبته وهذا محال ان يكون شيء يتصف بصفات الله او ببعض صفات الله لان هذا يستلزم قدم الاشياء هذا الشيء الذي هو مضاد لذا نقول لا ضد لله ولا ند لله أما المشركون يجعلون لله أندادا يجعلون لله أضدادا يعني يتصورون أن لله ضد أن لله ند مثلا الثانوية من المجوس يعتقدون بإلهين إله الخير ويسمونه يزدان وإله الشر ويسمونه أهرمان فإذا جعلوا ضدا لله، الاهرمن يعني اله الشر هو اله يعتبرونه ويزعمونه ويجعلونه في رتبة الله سبحانه وتعالى، ولذا كانوا ثنوية وكانوا مشركين. لكن نحن نقول لا ضد لله سبحانه وتعالى. إذا تشوف صنم أو إذا تشوف فرعون يدعي الربوبية وإذا تشوف ناس ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ويعبدون اشياء اخرى هؤلاء يزعمون ان هذه هي الرب او انها مضادة لله سبحانه وتعالى، يجعلون لله اندادا في اذهانهم السقيمة، لكن في الواقع لا يوجد ند في الواقع لا يوجد ضد. الند والضد الفرق بينهما أن الند المساوي المشارك والضد المساوي المعادي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، كانوا يجعلون لله شريك موافق هذا هو الند. او كانوا يجعلون لله شريك مخالف هذا هو الضد. زين نجي الى كلام الامام عليه الصلاه والسلام. الامام يقول المضادة بين الاجسام بين الاشياء المخلوقة بين المخلوقات او احد طرف المضادة مخلوق اذا المضادة صارت صفة من صفات المخلوقين واذا صارت صفة من صفات المخلوقين فهي تستحيل على الله سبحانه وتعالى ان يكون له ضد او ند، لان الضد او الند هو الشريك. سواء كان هذا الشريك يتفق او كان هذا الشريك يختلف. ولذا الامام يقول وبمضادته بين الاشياء عرف ان لا ضد له، وهذا من لطف الله تعالى علينا انه اراد ان يبين لنا آياته في الآفاق وفي أنفسنا كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فلذلك الله سبحانه وتعالى من لطفه على الناس أن جعل في الخلق أمور ترشد الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى صفاته مثلا هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الطلاق: "الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن". لماذا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات السبع والاراضين السبع وجعل مصدر القرار في العرش مثلا او في السماء ومن هناك ينزل وفي السماء رزقكم وما توعدون. لماذا؟ الايه تبين. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق العظيم ويوسع وانا لموسعون والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. زين الانسان تكفيه الكره الارضيه. زي نقول المنظومة الشمسية مثلا هذا الكون الرحب العظيم الذي الآن علماء الفلك متحيرون في عظم هذا الكون الأرض كوكب في ضمن المنظومة الشمسية الشمس نجمة من مليارات النجوم في مجرة درب التبانة والنجم لي والشمس ليست نجما كبيرا بقياس النجوم هناك نجوم ملايين المرات أكبر من الشمس زين. هذه مليارات النجوم في مجرة درب التبانة ومجرة درب التبانة مجرة من مليارات المجرات وكل هذه مليارات المجرات مثلا تعتبر جانبا من هذا الكون الرحب زين الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون لأجل الإنسان زين الكرة الأرضية تكفي شمس وقمر وكم مثلا كوكب لماذا خلق هذه السماوات السابع والأرضين السابع الآية تقول لتعلموا أن الله على كل شيء قدير هذا جعله الله سبحانه وتعالى دلالة للإنسان على عظمته طبعا هناك فوائد أخرى أيضا تترتب للإنسان وعلامات وبالنجم هم يهتدون لكن السبب لتعلموا أن الله على كل شيء قدير يعني تعلموا قدرة الله قدرة الله سبحانه وتعالى حتى تعلموها واحد لا يقول لماذا هذا الخلق الجواب أنه الله سبحانه وتعالى بالنسبة له لا فرق أن يخلق ذرة وأن يخلق مجرة ماكو فرق فليس هناك نقصان في قدره الله او نقصان في خزائن الله او جهد كبير لخلق مثلا هذا الكون الرحب لا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اذن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق العظيم لطفا بنا لكي يجعل ايه من اياته في السماوات ونحن نطلع على هذه الايه فنذعن بقدره الله سبحانه وتعالى او مثلا في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول جعل الله الكعبه البيت الحرام في سوره المائده قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الكعبه البيت الحرام جعل الشهر الحرام جعل الهادي جعل القلائد يعني الجمال الذي تساق لتنحر في منى لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا التشريع ذاك كان تكوين خلق السماوات والأرض هذا تشريع البيت الحرام الشهر الحرام الهادي القلائد هذه من تشريعات الله سبحانه وتعالى لماذا جعل هذه التشريعات ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض هذه دلاله على علم الله سبحانه وتعالى لان تشريعات الله سبحانه وتعالى تدل على علمه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تشريعات الله تدل على علمه كتاب مؤلف اذا ترى هذا الكتاب عن طريق ذلك الكتاب قد تكتشف علم المؤلف او مستوى المؤلف. الله سبحانه وتعالى شرع هذه التشريعات دلاله على علمه، طبعا تترتب عليها فوائد اخرى بحيث تنظيم حياه الناس وابعاد الناس عما يضرهم، وتقريب الناس الى ما ينفعهم، وتسهيل سبيل الاخره، هذه كلها ايضا فوائد لكن الفائده التوحيديه لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض لكي يكون طريقا لعلمكم ولاذعانكم بعلم الله سبحانه وتعالى لئلا تكونوا كاليهود الذين قالوا يد الله مغلوله او قالوا لا يعني الله سبحانه وتعالى يقول عنهم اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون كانوا في السر يقولون بعض الامور ويزعمون ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم بها. فاذا الله سبحانه وتعالى بمضادته بين الاشياء عرف ان لا ضد له. كان يمكن ان يخلق هذا الكون في جهه واحده بلا ان تكون هناك مضاده بين الاشياء. يعني يكون نور بلا ظلمه اصلا. أو يبس أو يبس بلا بلل أو خشونة بلا لين مثلا أو حر بلا برد أو برد بلا حر ويخلق الخلق بتلك الكيفية بحيث أنه يرى جانبا واحدا فقط لكن الله سبحانه وتعالى لا ضاد بين الأشياء لكي تعلم أن المضادة صفة الأجسام صفة الممكنات وتعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شريك له. وبمضادته بين الاشياء عرف ان لا ضد له. هذا مثال ثالث. مثال رابع وبمقارنته بين الاشياء عرف ان لا قرين له. الله سبحانه وتعالى قرن بين الاشياء. هناك اشياء تقترن. زين الاقتران شنو هو؟ الاقتران معناه انه في مكان واحد او في مكانين قريبين يوجد شيئان فنقول هذا قرين ذاك. فالشيئان المجتمعان في مكان واحد او في مكان متقارب هما قرينان. زين فالاقتران يقتضي الوجود في المكان. فحينما انت ترى الاشياء مقترنه تعلم بان هذه صفه الاجسام والله سبحانه وتعالى منزح من هذه الصفه لماذا لان الاقتران معنى الوجود في المكان الواحد او المكانين القريبين فالمعنى صار وجود في مكان هسه المكان بمعنى الارض او بمعنى الحيز الله سبحانه وتعالى ليس في مكان فلا قرين له لانه التقارن لازم يكون في المكان، هذا جهه. بعد ذلك المتقارنان متشابهان من بعض الجهات. والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وأيضا المتقارنان يستلزم الحد لهما هذا إلى حدود ينتهي عندها لكي يبدأ ذاك. والا اذا لم يكن بينهما حد كان شيئا واحدا كما ذكرناه مفصلا في برهان الفرجه في نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى فاذا لازم ينتهي وجود هذا لكي يبدا وجود ذاك والله سبحانه وتعالى لا حد له بحيث انه ينتهي وجوده عند حد حتى يكون له قرين فاذا حينما الله سبحانه وتعالى قارن بين الاشياء علمنا ان الاقتران صفة الممكنات، فإذا كانت صفة الممكنات نعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا قرين له، فكما لا ضد له كذلك لا قرين له، وهذا في نفي الشريك، نفي الولد، نفي الزوجة، ونفي العقائد السخيفة التي تتخذ لله انداد، اضداد، زوجه، ولد، وما الى ذلك. فاذا الامام عليه الصلاه والسلام في هذا المقطع من الخطبه يبين ان الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات الممكنات. بعد ذلك الامام يذكر بعض الامثله للتضاد. نتركه الى حلقه قادمه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين